يقول لك representing a system of linear equations as a matrix multiplication, التعبير عن نظام خطي على شكل ضرب مصفوفات. يقول لك linear system هذا بهذا الشكل. طبعا هو الحقيقة موجود عندي هنا لينير في عدد المعادلات يساوي عدد المجاهيل، وهذا ليس شرطا بس هي كذا جت مصادفة، لأن ممكن نقول كذا. فهذا سيستم عادي N في N يمكن أن يكتب can be written as a matrix product as AX يساوي B، حيث وش الـ A؟ الـ A هي هذه المصفوفة اللي هي مصفوفة المعاملات A11 A1 إلى A1N، بعدين A21 إلى A2N، إلى آخر شيء AN1 إلى ANN. فهذه مصفوفة المعاملات. مصفوفة الـ X مصفوفة المجاهيل X1 إلى XN، الـ B هي مصفوفة الثواب. أي نظام خطي يمكن أن أعبر عنه على شكل حاصل ضرب مصفوفات بهذا الشكل A في X يساوي B، والعكس إذا عندي مصفوفات حاصل ضربها بهذا الشكل أقدر أحولها إلى نظام خطي. طبعا إحنا كنا درسنا يعني إلى عصر السابق المصفوفة الممتدة وطريقة تحويلها إلى نظام خطي أو تكوينها من النظام الخطي. هنا نفس الفكرة بس اختلف الشكل شوي، فنقول A في X يساوي B. طيب كيف جاء كيف قدرنا نعبر عن النظام الخطي بهذا الشكل؟ لاحظ معي لو جينا هذا هذه A وهذه X وهذه B، فيقول لك AX يساوي B. تعال اضرب المصفوفات، فبتضرب الصف الأول في العمود الأول فبيعطيك المعادلة الأولى، بيعطيك المعادلة الأولى هنا قلنا A هنا X يساوي B. لاحظ A11 في X1، A12 في X2، هذه إلى A1N في XN، هذا المعادلة الأولى. لو ضربت الصف الثاني في العمود الأول بيعطيك المعادلة الثانية، وهكذا إلين آخر صف تضربه في العمود وبيعطيك المعادلة الأخيرة. طبعا هذه مصفوفة عمود، لاحظ هذه برضو مصفوفة عمود ومتساويتين، معناته العنصر اللي في الصف الأول يساوي العنصر اللي في الصف الأول، وهذه هي المعادلة الأولى. لاحظ العنصر اللي في الصف الثاني يساوي العنصر اللي في الصف الثاني من المصفوفة الثانية، وهذا يعطيك المعادلة الثانية إلى آخر معادلة بهذا الشكل. إذن النظام الخطي يمكن أن أكتبه على شكل حاصل ضرب مصفوفات. نفس النظام لو أخذنا نظام هوموجينيوس متجانس، يعني الثوابت تساوي أصفار، فسأستطيع أن أعبر عنه بنفس الفكرة A في X، بس هنا بدل ما هي B تساوي ويش صفر، لأن الحدود المطلقة والثوابت تساوي صفر دائما، فتصبح المصفوفة A في X يساوي صفر. مثلا يقول لك إذا ماتريكس إكويجن AX يساوي صفر، هذه عبارة عن إكويجن معادلة بس المدخلات حقتها ويش عبارة عن مصفوفات. ما هي هذه المصفوفات؟ هذه الـ A وهذه الـ X يساوي صفر. طبعا بما أنها معادلة إذا المطلوب إيجاد من؟ إيجاد قيمة من؟ X. هنا الثابت أو المعامل هو A والمتغير أو المجهول هو X. إذا بغينا نجيب قيمة هذا المجهول X نلجأ إلى نفس إلى نظام إلى جعلها نظام خطي ومن ثم حلها لإيجاد قيم X. فهنا طبعا الهدف من هذا المثال أنه يعطيك تصور عن ارتباط عملية ضرب المصفوفات والمصفوفات بالأنظمة الخطية.
فالآن بعد ما بنحل هذا النظام، بعد ما نحل المعادلة هذه بتحويلها إلى نظام خطي وحلها، يصبح واضح جدا لديك أن المفهوم واحد، سواء عبرت عنه بضرب مصفوفات أو عبرت عنه بنظام خطي، المفهوم واحد، أو يعني هما مفهومان مترابطان جدا. يقول لك after converting augmented matrix for this system to the raw echelon form، ممكن أحول يعني أسوي هذا على شكل نظام خطي، فمثلا هذه المعادلة الأولى مضروبة في المجاهيل هنا تساوي من؟ تساوي صفر، تساوي صفر، فأحصل على نظام خطي متجانس. أكون المصفوفة الممتدة له، ما هي المصفوفة الممتدة؟ هي مصفوفة المعاملات، حط مصفوفة المعاملات هنا، وبعدين أحط الثوابت وإيش الصفار، فأحصل على المصفوفة الممتدة. إذا سوينا هذه القضية وحولناها إلى الرو إيشلون فورم علشان نحلها بطريقة جاوس، حولناها إلى الصيغة الدرجية الصفية، فسنحصل على المعادلات التالية، سنحصل على المعادلات التالية. طبعا هذه المصفوفة بعد ما أحولها، هذه أحولها إلى الرو إيشلون فورم، سأحصل على مصفوفة بيكون الصف الأول فيها واحد صفر صفر سالب ثلاثة سالب خمسة صفر، وهكذا، والصف الثاني والصف الثالث بهذا الشكل إذا حولتها إلى الصيغة الدرجية الصفية المختزلة. طبعا هنا أصفار وهنا أصفار. بعدين من هذه المصفوفة بطلع هذا النظام الخطي، بطلع هذا النظام الخطي. نلاحظ أن هذا النظام الخطي فيه ثلاث معادلات ومجهولين، إذا أحتاج أعوض عن مجهولين أستخدم two parameters للتعويض عن مجهولين. طبعا أحسن زي ما قلنا ممكن تختار أي مجهولين، لكن واضح جدا أن أحسن اثنين ممكن أعوض عنهم هم X4 وX5، لأنهم موجودين في كل المعادلات، فبمجرد ما أني أعطي X5 برامتر وX4 برامتر خلاص أنقلهم للطرف الثاني فأحصل على X، أنقلهم للطرف الثاني في المعادلة الثانية فأحصل على X2، أنقلهم للطرف الثاني في المعادلة الثالثة فأحصل على X3. إذن يقول لك we have 5 variables، خمس متغيرات، و 3 equations، so we have to substitute with 2 variables using 2 parameters. مثلا بنقول ان ال x5 تساوي s، x4 تساوي s، وال x5 تساوي t. اذا انا بعوض هنا ب s وهنا ب t، وهنا ب s وهنا ب t، وهنا ب s وهنا ب t، وانقل هذه للطرف اللي هنا فاحصل على x 1، وانقل هذه للطرف الثاني طبعا مع تغيير اشارتها فاحصل على X2، وانقل هذه S ناقص زائد نص T الى الطرف الثاني فاحصل مع تغيير الاشارة فاحصل على X3. اذا اوجدنا قيم X1 X2 X3 X4 X5 فحصلنا على قيم المصفوفة، على قيمة المصفوفة X اللي كانت مجهول في المعادلة اللي في البداية، هذه قيمة X. طبعا يعني ممكن امشي شويه ارتب الاثبات او للاسف ارتب الحل، فممكن اوز يعني هذه الاحظ انها عباره عن حاصل جمع مصفوفتين، لاحظ لو جمعنا 3 اس مع تي هذه سالب 3 اس سالب تي هذه سالب اس سالب نص تي هذه اس عبارة عن S زائد صفر، صفر زائد T تعطيني من؟ تعطيني T، فهي نفس المصفوفة برضو. يعني ممكن أرتبها أحلى أكثر من كذا وأخذ S عامل مشترك، S عامل مشترك و T عامل مشترك من المصفوفة الثانية، فمعناته أي حل لهذا النظام الخطي سيكون على هذا الشكل. طبعا هذه نسميها تركيبة خطية أو linear combination، بناخذها بعدين يعني مستقبلا، بس يعني بما أننا مرنا على هذا المثال حبينا نعطيكم تصور عنها. فمعناته أي حل لهذا النظام الخطي أو قيم X هي عبارة عن حاصل جمع هذين المصفوفتين بعد ضربهم في عدد حقيقي S و T.